هذه مشاهد مباشرة الآن من العاصمة اليونانية أثينا، حيث تدور اشتباكات الآن بين الشرطة وبعض المعترضين. نعرف أن اليونان دخل في مرحلة من الركود الاقتصادي الكبير، وهنالك أزمة مديونية هائلة، وبالطبع كان هنالك كلام عن الخروج من منطقة اليورو، ومن ثم خطة جديدة لإعادة تمويل الديون اليونانية لم تلقى ترحيبا من كثير من الأوساط، سواء الشعبية أو السياسية في اليونان، حتى من قبل أعضاء في الحكومة. ما زالت الأمور بين أخذ ورد، ولكن يبدو أنها انتقلت الآن إلى الشارع كما نشاهد في هذه المشاهد. Thank you.